ما كانت كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد واللي هي المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي كشفت بأنه العديد من الجهات كانت تشكك في قدرة المغرب في استضافة هذا الحدث، هذه الاجتماعات السنوية ديال صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة من بعد وقوع زلزال الحوت، حتى أنهم يعني عبروا على المخاوف ديالهم من أنه هذا الإصرار على التنظيم ديال هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى من بعد أيام قليلة على الزلزال كيقدر يأثر على سمعة صندوق النقد الدولي في حال إلا ما كانش التنظيم يعني يرقى إلى المستوى المطلوب. فجاهد التنظيم باش يبرز أولا المؤهلات والإمكانات الموجودة عند المغرب، لأن اللي شاف ماشي بحال اللي سمع، وأيضا أنه يبين باللي أنه المغرب صحيح بلد قدر يتجاوز كارثة الزلزال بسرعة قياسية. تماما، هو هي يعني التشكيك هذه الموجودة بحنان راهي قبل من كارثة الزلزال. كاين مثلا ما نقولوا بشكل مباشر يعني فرنسا وبعض النخب اللي كاينه في فرنسا اللي كانوا دائما هما يعني كيتحكموا في واحد، وباقي الان يتحكموا في واحد 14 دوله في القاره الافريقيه في نظامها المصرفي. يعني كنتكلموا على مجموعه ديال الاكواس كيتحكموا لهم في العمله ديالهم، وكينتجوا لهم داك النظام ديال الفرانك وكينتجوا لهم العمله، وبالتالي كيتحكموا في مجموعه ديال الدول. ملي كيجي بلد بحال المغرب عنده نظام مصرفي ديالو مستقل متميز، عنده نظام بنكي قادر يواجه التحديات. مثلا على سبيل المثال دازت الازمه ديال 2008 زعزعت اوروبا كامله وزعزعت العالم كامل، والمغرب ما حسش وكانه ما وقعتش الازمه في 2008. حتى غادي 2012 غادي يكتب وزير الماليه المغربي السابق حلاو العلو اللي هو من هذا من العقول الكبيره اللي دازت يعني في النخب الحكوميه والحزبيه في المغرب على مستوى اداره الشان المالي، كيكتب واحد الكتاب سماه نحن والازمه الماليه العالميه، وكيشرح كيفاش نظامنا المصرفي المغربي يقدر انه يكون قادر يواجه التحديات والازمات ويكون مرن معها وما تأثرش عليه بمجموعه من الاليات والميكانيزمات اللي كيشرحها، خصوصا فيها الموائمه بين معطيات مرتبطه بالاقتصاد الوطني ومعطيات مرتبطه بالاقتصاد الدولي، يشرحها بلغه تقنيه ولغه الخبير. ولكن انا اللي كيهمني هو انه التشكيك كيجي من بعض البيئات من فرنسا واوساط اوروبيه اخرى عندها هذا المشكل، لانه المغرب الان او ربما من اصوات مجاوره. المغرب الان يعني يقوم برياده حقيقيه على مستوى القاره الافريقيه. المغرب الان يصنع ويقود توجها ديال الاستقلاليه الماليه ديال الدول الافريقيه وديال الشعوب الافريقيه وديال التكتلات الاقليميه الافريقيه. المغرب الان كيبني شراكات عملاقه على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى العلاقات الماليه مع تكتلات ماليه كبرى لا في الخليج العربي، انا كنتكلموا مثلا الامارات والسعوديه اللي فيها من يعني مراكز ثقل ماليه حقيقيه كاينه في مجلس دول التعاون الخليجي، لكن تكلموا مثلا على الصين ولا تكلموا على الاسيان مؤخرا خدا فيها وضع متقدم، يعني المغرب مع علاقه عنده وضع متقدم مع مجموعه اسيان جنوب شرق اسيا، لا علاقته مع فيشغراد مجموعه اوروبيه اخرى يعني داخل القاره الاوروبيه، مثلا مجموعه فيشغراد والعلاقه ديالو مع امريكا اللاتينيه. هذه الثقه ديال الشركاء الدوليين الجدد والصاعدين وحتى القدام يعني التقليديين اللي هما الان بحال الولايات المتحده الامريكيه راه ولات تعتبر يعني من الفاعلين التقليديين في العلاقات الدوليه. فالمغرب هذه الامكانيات اللي عنده اللي كتخليه يوصل لهذا المستوى يزعج بعض الاوساط الى في اوروبا، فهي اللي كيجي منها التشكيك في وسائل الاعلام ديالها الصفراء وفي بعض الاقلام المأجوره وبعض الابواق اللي معروفه كتعادي المغرب الان حتى على مستوى بعض الاصوات. وهنا هذا الكلام التشويش كان ضروري الناس ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي انهم يجيو يشوفوا وجربوا. وهذا ايضا نقطه ايجابيه، صح، وهذه نقطه ايجابيه لانه باحتضان المغرب للاجتماعات السنويه لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش وبعد ايام او اسابيع قليله من زلزال الحوز، وكيف ما تفضلتي دكتور نعوم الاطلاع على المغرب من الداخل ماشي بحال انك تسمع عليه غير كتسمع عليه من برا.